صبري يا صبري حاجه لله، ربنا يبارك لك في المحل. يا بنتي انت بتشحتي ليه؟ ما تشتغلي احسن. يعني هو انا لقيت شغل وقلت لا؟ طب هقول لك على حاجه، ايه رايك بكره الصبح الساعه 9 تعالي لي هنا وانا هشغلك؟ بجد ربنا يبارك لك يا رب ويكرمك ما يحرمك وما يرقبك يا رب. خلاص كفايه كده، الصبح الساعه 9 تعالي لي وانا ان شاء الله ربنا هيك. لا استنى، خدي الخمسة جنيه دي، بس بقولك ايه، دي مش شحات، دي عربون الشغل. ربنا يبارك لك يا رب. يلا. ما انت راجل طيب قوي على نيابه، بقى البيت جايه تشحت تقوم تديها 5 جنيه وكمان عايز تشغلها في المحل؟ هو احنا عارفين المحل هيشتغل ولا لا؟ بلوزه ده انت ست قلبك زي البفته البيض، مين عارف؟ مش يمكن ربنا يكرمنا بسبب البيت الغلبانه دي؟ انا هطير بقى يا عم صبري عشان عندي شغل. كده؟ ما تخليكي معانا شويه وتشتغلي معانا بدل شغل هيثم ده. يا ريت كان بخاطري، ما عادش ينفع يا عم صبري. مبروك يا ام بلوز. يبارك فيك يا بنتي. يلا بالاسم. مش لو كنا فتحنا المحل بدري شويه كنا لحقنا البت الغلبانه دي قبل ما تضيع.